مشينا لقينا صراحة استقبال مزيان، ما كاين حتى شي مشكل، ما كاين حتى شي حاجة. دخلنا خرجوا الدراري معاه، كلشي الدري على خير وبخير، زعما صحته بخير، كلشي الدري لاباس عليه، انما النفسية ديالو شوية دايرة مسكين بحال اللي قنط. اللي قناطتي قال لي نشرب بزاف، راه ما نقدرش هنايا نقعد. قلت له ولدي ما كنتيش دير هادشي، هذا هادشي صعيب. قلت له لي درتي كنا تشاورتي معانا، حنا كبار غنوريو ونقولوا لك لا هادشي راه واعر، هادشي راه صعيب. قال لي انا ما عرفتش، قال لي ما باقيش نعاود. وبقيت يهضر مسكين، قال لي يا بابا انا بغيت نخرج، ما غنبغيش نبقى هنايا، انا هادي انا مول في دارنا كذا. قلت له ولدي شوف، راه انت درتي واحد الحاجه راه خاص الانسان يتعاقب عليها، ولكن طلبوا طامن في رحمة الله والعفو ديال الملك ديال الملك ان شاء الله العفو ديالو. وقال لي يا بابا شوف، انا بغيت نخرج ونمشي للمدرسة ديالي ونعاود النشاط ديالي وكذا. قلت له ولدي راه حاجة ما سهلة، هي اللي بغيت دير شي حاجة نتشاور معاك، وما هاد المرة ما باقيش نعاون دير هاد الشيء هذا. ومشينا لاباس عليه الحمد لله، هاليا فيه كل شيء، زعما ما خاصها حتى شي حاجة إلا خاصو الحال عند الوالدين وصافي. وقال لي وجهوا النداء، أنا نقول لكم وجدوا الملكنا. قال لي الله ينصرو، يعفو عليا وترك صراحي. قال لي ما باقيش نعاود، قال لي صحابش هادشي فيه خطورة، ما ظن زعما الدري باغي يخرج دابا، لا إله إلا الله وصافي. وكان صعيب الحال، نبقى كل الظروف المادية ما تسمحش ليا، والراجل مريض وعاود الدري ما كاين اللي يشدو ليا. قلت لي هادشي راه غير مقدر علينا، اما الله سبحانه وتعالى هو اللي تيشوف فينا من الفوق، اما حنا ما تنعرفو حتى حاجه، حنا غير غادي، ولكن الله اللي مقدر علينا هادشي. خاصك تصبر لحكم الله سبحانه وتعالى. قلت لي انت راه في الحبس، حتى حنا راه تنحسبوا راسنا في الحبس، راه ما تنقولوا زعما راه انت في الحبس وحنا مرتاحين، بالعكس. شديت لي يدي بحركة، قلت لي شوف أولدي واش تقدر تسخب شي صبع، هي لك تسخب شي صبع نحيدو لك. قال لي يا بابا لا ما نقدرش نسخب بيك. قلت لي تم ترى صبع واحد منا حنايا. قلت لي راه ما نقدرش نسخب بيك. قلت لي راه تنحسوا بأن مقطع لينا صبع من صبعنا. ما زعما لاباس عليه، زعما ما خاصها حتى شي حاجه الا النفسيه ديالو مسكين اللي ما مولفش، مولفش المدرسه في 10:30 عاود خرج مع الوحدة مع 12، عاود شي مع الوحدة ونص، يرجع عاوتاني مع الربعة. الدري مول في خرج، مول في مدرسة، مول في أصدقاء ديال المدرسة ديالو. طب الدري مسكين لا إله إلا الله وصافي. وتقول لي نشدو لي الملك ديالنا يخرجني. هذيك مسكين تعانق معايا، وتقريبا ريحنا معاه تقريبا شي نقول لك ربع ساعة ثلث ساعة بحال هكاك، يعني بحال تشبعنا منه وتشبع منا. وقال لي يا بابا شوف مرة أخرى ملي تجي، يعني زعما حاول تجيب لي هادي وتجيب لي هادي وتجيب لي هادي، خاصاني. قال لي واخا أنا ما خاصني حتى حاجة، ولكن قال لي ديما تخصني شي حاجة ديالي أنا، بحال اللبس مثلا بحال. وقال لي يا بابا شوف، قال لي ما تبقاش تهزو الهم من جهتي، وحاولوا تعيشوا حياة طبيعية. قلت له ولدي شوف، راه حتى حنا تنبادلوك نفس الشعور. ومن هذا المنبر كنطلب من الله عز وجل فوق كل العباد، وكنطلب من سيدنا الملك نصره الله وحفظه أن يعفو عن هذا الولد. قلت له ولدي حنايا حنا تناشدوا من المنبر هذا، الدري ما ولف شيء. قال لي انا هذا من 4 أيام، قال لي وما قديتش، قال لي نولف حيت انا بقاوت البكاء البكات البكي، تنحس الجمر العافيه تخرج لي من عينيا، ما يبقايش قد. لا اله الا الله وصافي، زعما كاين نطلب الله سبحانه وتعالى والملك ديالنا يفرج عنه ان شاء الله. حيت عندي هذاك الوليد هو اللي كبير، كنت طامعه فيه خير،
يشد الدبلوم ديالو ويمشي ليا للجنيد ولا يخرج يخدم الدبلوم ديالو يساعدني يساعد با خوها هو باقي صغير. كان الحلم ديالي كنت نقول يا ولدي انت شد الدبلوم ديالك ولدي باش خرج وعاوننا وساعدنا. وقيلا يكون هذا الشيء تنقول يا ولدي شد الدبلوم ديالك خرج عاوننا ساعدنا. وقيلا هذاك الشيء هو اللي دار في النفسيه ديالو. شوف اش قال انا خاصني نعاون والديا. قلت له ولدي علاش درتي هذا الشيء هذا؟ قال لي انا كنت غنبغيت نعاونكم. قال لي يمكن شي نيه سيئه اللي غنأذي المالك ديالنا ولا شي حاجه. وهذا بالو مسكين راه يعطي الرساله وغادي يرجع الدار. هذيك هي النيه اللي كانت عنده. قال لي ما صحابش هذا الشيء غيوقع كله. ما صحابش قال لي. قال لي كو كان صحاب يوقع هذا الشيء كله قال لي ما نمشيش. قال لي كون خرجت من ديك الدراسه ديال الحلاقه وخرجت قال لي واخا نعرف ندير على شي حاجه نبيعها ونخدم شي حاجه وما نديرش داك الشيء. هاد قال لي انا تنتالم دابا انا قال لي انا بعيد عليكم. قال لي ما تنعرفش شنو واقع عندكم واش بشدوا الحريق واش نتو الزيت وديتو للطبيب واش هاد كنا دائما نهزو الطبيب نمشيو في نص الليل ندير الطبيب نار كان يجي من المدرسه ما مسكين ما لقيت شي واحد في الدار. قال انا مشينا للطبيب تنجريو دابا مسكين الشيء اللي قال. قال انا راه سلم هاد الرساله للملك نصره الله صافي غنرجع الدار هو غيساعدني هو داك الشيء اللي هي الشيء اللي كنت نقول. ما قال لي ما كنتش انا قال لي ناوي شي نيه سيئه وغنأذي الملك ديالنا ولا شي. قال لي ما كنتش قال لي. قال لي انا نبغي ندخل الجنيد وندافع على الملك وعلى الوطن. قال لي بغيت نرفع راس البلاد الفوق. ولكن الحمد لله تتمنى خير ان شاء الله. ان شاء الله تتمنى خير في الملك ديالنا حتى هذاك راه ولد من وليداته.